فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الإمام يضع يده في أذنه، إذا كان الإمام يضع يده في أذنه حين قراءته في الصلاة لأجل الخشوع، فهل هذا اجتهاد؟ ما أحد يسوى هذا في الأذان، يضع أصبعيه في أذنيه في الأذان. يمكن أنه موحن هذا ويحسبه بالصلاة. لا، الصلاة ما ورد أنه يضع أصبعيه في أذنيه. نعم.